طيب قائل من يقول معالي الوزير، وربما سمعت أو قرأت أو حتى من خلال وسائل الإعلام، أن سياسة عمان هي السياسة الهادئة المتزنة دون أي صوت ودون أي ضجيج أو غيره، عكس ما نسمعه في وسائل الإعلام. لأي درجة هذا يعني ممكن، يعني وأنت الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، تسمع بإيجابية أو ربما لا تأخذ بالناحية الأخرى، ربما تكون السلبية مع الوزير؟ لا أبدا، هي ليست من الناحية السلبية، يعني هي منظور وقناعات شكلت هذه السياسة الحصيفة. نعم. وهي كلها منطلقة إن عمان وقائد عمان يريد دائما للكل الخير، يعني هذه حقيقة. في بعض الأحيان يروه بعض الناس بعض الآخرين أنها ليست يعني سلبية، لأن عمان لا تذكر كثيرا في الإعلام، وقد حدث أن أحد السفراء، سفراء صاحب الجلالة في إحدى الدول الأوروبية، عندما التقى بالصحفيين وذكر لهم أنه لا يرى كثيرا عن أخبار عمان في صحفهم، نعم، فقالوا له أنه يعني أنتوا يعني ليس عندكم ما يشد الصحفيين إلا أن يكتبوا عن عمان. قلنا الحمد لله، يعني هذا شيء شهادة، نحن لا نريد أن يكتب عنا ولا العمانيين يريدون يكتب عنهم بالسلبي. صحيح. وأما الإيجابي فهو يكتب عن نفسه. بالضبط. نعم. يكتب عن نفسه بكل وضوح. نعم.